8 مليارات شخص ونظام زراعي وغذائي واحد. النزاعات وتغيير المناخ وحالات التباطؤ والانكماش وعدم المساواة وارتفاع أسعار الأغذية تحرم الكثيرين من التقدم وتحد من تقدمنا جميعاً. ما يطال الواحد يؤثر على الكثيرين. إن الاستدامة تبدأ بتكافؤ الفرص، فرص متكافئة للمزارعين والمنتجين والمستهلكين والعناية بالبيئة. فلنبني عالماً يتوفر فيه مزيد من الغذاء الجيد للجميع، طعام آمن ومغذ كلفته في متناول الجميع. لا تتركوا أي أحد خلف الركب.